السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في حلقة الليلة. أهلا وسهلا بكم في حلقة الليلة، برنامجكم تحت الضوء، والذي أنقله إليكم من مدينة حق أن أقول إذا كان تغزل البعض في الكلمات أو في القصائد الشعرية فحق للبعض أن يتغزل فيها، مدينة عدن. أتوقع أنها ظلمت قديما وظلمت حديثا، وأرجو أن لا تظلم في المستقبل. ظلمت في إنسانها، وظلمت في أرضها، وظلمت في ثقافتها، وظلمت في أشياء كثيرة جدا. فهل آن لها أو لها ولأهلها أن يقدموها وأن يعرفوا بها بكروت تعريفية جميلة جدا حتى تعطى هذه المدينة حقها؟ أنا أتألم عندما أقول ذلك، لأن الرجل البريطاني حقيقة تعامل معها تعامل إلى حد ما فيه ظلم، لكنه إذا قارنته بتعامل ابن البلد نفسه سأجده أفضل نسبيا مما تعامل به ابن البلد. أعطاها حقها، استثمرها، ولو كان لنفسه ولو كان لمصالحه، والقضية تقوم على المصالح في الإجمال. لا يقلقكم هذا الصياح، أنا أسجل هنا من حقيقة من إحدى الساحات في إحدى الفنادق، مشكورين استضافونا فيه. أحاول في هذه الحلقة أن ألتقي مع أخوة بغض النظر عن القوة التي ينتمون إليها، بغض النظر عن المسميات التي يحملونها، لكن أنا أريد أنا وأنتم أن نسمع من الآخر. مشكلتنا في اليمن أننا لا نسمع، وإذا لم نسمع حقيقة نحكم بجهل، وإذا حكمنا بجهل وقعنا في الظلم. نريد أن نسمع حقيقة اليوم أبناء عدن، أبناء المناطق الجنوبية بشكل عام، يقدمون قضيتهم بطريقة فيها من العدل والإنصاف. أعلم أن هذا الكلام قد لا يروق للبعض، لكنني أنا في هذه الحلقات دوما وأبدا أحرص على تقديم المعلومة كما هي، وألا أكون ممثلا أنا وضيوفي، أرجو ذلك. باسمكم جميعا يسعدني أن أرحب في هذه الحلقة بكل من أخي صلاح بلغبر، وهو ناشط حقوقي، حياكم الله صلاح. وكذلك الدكتور عبد الله عبيد، وهو أستاذ في جامعة عدن، أستاذ أكاديمي، وهو ناشط كذلك حقوقي في عدن، حياكم الله. حياك، أهلا وسهلا بكم جميعا. دعوني أبدأ حقيقة، يعني أنا والسادة المشاهدين، البعض حقيقة يا أخي صلاح، ولذلك يقولون الحكم على الشيء فرع من تصوره. لو صور لي صلاح يعني بدايات، يعني احنا دخلنا في مشروع وحدة، يعني لماذا وصلنا إلى هذا المربع الذي نحن فيه اليوم؟ بعتقد أن السبب الرئيسي لما وصلنا إليه هو سلق الوحدة على عجل، يعني وحدة بين دولتين فصلتين كل شيء إلى درجة العداوة، تحصل وحدة في يوم أو في شهور أو في الأمر كان يحتاج إلى شهور طويلة، لكن ما عقد الأمر وزاد الطين بالله هو حرب 94 التي أعتبرها أنا غزو عسكري بكل ما للكلمة من معنى. والوحدة كانت لم تكتمل بعد، بدليل أن هناك جيشان تحاربا مع بعض، جيش منفصل بطيران وصواريخ وكل شيء. وما يحدث الآن هو نتائج في الجنوب خاصة أتكلم، وحتى بالشمال، هو نتاج أو نتيجة للسبب الحقيقي اللي هي الحرب 94. يعني إذا لم تعالج الحرب نفسها، يعني ما خلفته هذه الحرب، هو نتاج للسبب وهو الغزو العسكري للجنوب. طيب أخي صلاح، سامحني ترى أنا صريح، يعني لحد تفضل. كما أنها ترى أنت أنها سلقت، أنت سلقت الإجابة سلق، يعني فدعني بس أدخل معك في ثنايا هذه الإجابة. دعني أنتقل للدكتور عبد الله من نفس السؤال. دكتور عبد الله، ومن ناحية أكاديمية، رجل أكاديمي، يعني ما الذي تراه أنت؟ يعني العالم يتحد، العالم بأسره يتحد في كل مكان، حتى أهل الباطل يتحدون، يعني على باطل. دخل اليمن في 90 في مشروع وحدة، وصل إلى 2014 محمل بالجراح، محمل بالمشاكل، جزء كبير منه يعني أقول البلد أحيانا بكاملها ينقصها حتى منظور الدولة الأكاديمي، السيادة وما إلى ذلك. وصلنا إلى وضع ومربع مزعج، ما الأسباب؟ أنا ممكن أجيبك باختصار، ولكن أظنها شافية تكون الإجابة. الوحدة غير مدروسة كمشروع، غير مدروسة لا علميا ولا حتى يعني
في أبجديات الحساب. من قبل؟ من قبل من أقاموها، من قبل الطرفين، يجب أن نعترف. وهي مشروع كبير حملته عقول صغيرة. رائع. طيب دكتور عبد الله، أنت أسكتني الآن، ما عارفش عندي سؤال أسأله. مشروع كبير حملته عقول صغيرة. صغيرة. بس المشكلة يعني أنا أذكر أيام الوحدة، علي عبد الله صالح جاء إلى هنا إلى عدن وكان يحمل مشروع الفدرالية مكونة من إقليمين، من إقليمين، وعلي سالم البيض ومن معه ذلك الوقت كانوا مصرين على الوحدة الاندماجية. والآن ترفع هذه الصور الآن وأنها هي المنقذة، ولهذا قلت لك غير مدروسة، ولهذا أنا قلت ليش غير مدروسة، ليش يعاد إنتاج؟ بمعنى عدم الإعداد الجيد. نحن ننظر مثلا للاتحاد الأوروبي، مشروع بدأ متأخر، رئاسة بالجامعة العربية مثلا، لكنه مشروع بني على أسس علمية، تدرج ووجدوا وحدة من لا اندماجية. جميل، أنا أتفق معاك، بس لماذا يحمل طرف، لماذا يحمل طرف الإخفاق في الوحدة؟ وعندما أنا أجي إلى أبجديات الوحدة عندما قامت في عام 90 أجد أن طرف يتحمل، طرف بالذات علي سالم البيض ومن معه يتحمل مصيب الأسد. أعتقد أنا قلت في الإجابة بأنه يتحملها الطرفان، أنها وحدة غير مدروسة يتحملها الطرفان دولتان، هذا صحيح. لكن ما زاد الطين بلة من العقول الصغيرة، أنتجت حرب 94 وما قبلها، والعقول الصغيرة أنتجت ما بعد حرب 94 بكل مآسيها. تعني عود إلى 90، لا ما هو 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 منظومة، ما هو الانحراف يبدأ، الانحراف يبدأ من البداية. المنظومة كأستاذ أكاديمي في الفيزياء طبعا. يعني الانحراف يبدأ في البداية بنسبة انحراف بسيطة جدا. أن البدايات تحكي النهايات، تحكي النهايات، فإذا بدأت البداية خطأ. صحيح. أخي صلاح، البعض يقول أن البداية كانت حقيقة يعني هي التي خلقت ما بعدها، يعني 90 كما ذكرت أنت لم تكن بداية مدروسة، لم تكن، كانت مسلوقة سلقا، هي التي خلقت ما بعدها، سواء 94 التي كانت حقيقة قاصمة، وما بعد 94 وما قبل 94 وما سالت من دماء بشكل عام. لكن في 90، في 90 البعض يحمل علي سالم البيض مثلا والتيار الذي معه بشكل عام كذا أنه ألقى بدولة، ألقى بدولة بحمل ثقيل جدا، دولة تحمل مقومات دولة في الأخير، وإن كان في هنا أو هنا ضعف أو هنا، ألقت بها بدون أي تروي. يقول البعض، الطرف الآخر، أنا ما دافع عن شخص لكن أنا أقرأ، البعض الآخر يقول لا دعونا نسوي إقليمين، والتاريخ يشهد بهذا، فدرالية من إقليمين حتى نتدرج في الموضوع هذا، فأبى هذا التيار. ألا ترى أن هذا التيار هو الذي ظلم أبناء الجنوب؟ يعني هو مش ظلم، إنما المشكلة في بداية التسعين هي أن عقلية النظام خاصة على عبد الله صالح ومن معه ما كانت عقلية وحدوية، وحمل مشروع الفيدرالية لأنه ما عنده يعني أفق وحدوي أو تاريخ وحدوي. يعني تاريخ هذا النظام تاريخ أطماع، وتبين هذا فيما بعد. لكن الرفاق علي سالم البيض ومن معه، مع أنه كان في معارضة، تربوا على على على, على, على قيم الوحدة. يعني شربونا ونحن صغار، الوحدة اليمنية، الوحدة اليمنية، هذا شو كل كان في الشباب، كل شيء كان. وهذا نفس الكلام هذا عندهم في أهداف الثورة الستة، نفس الكلام، وكانوا دائما بيطبعوها إلى الآن. أهداف الثورة أنه الوحدة، مش الوحدة، لا الوحدة العربية الإسلامية يعني. لا أقصد كان كل حياة، بس كل واحد له مفهوم في الوحدة. نعم. هذا عنده مفهوم الوحدة، هذا مفهوم الوحدة. السؤال ليش ما تحققتش الوحدة من قبل؟ لأنه كان من قبل 86 قلوا لما تكون في دولة خارجة على المشايخ يكون في وحدة، لكن بالنظام الحالي الموجود بالشمال القائم على المشايخ وعلى القبيلة، أول شيء تكون دولة بعدين يكون في وحدة. طيب بس هذا يجرني إلى سؤال. نعم. أن الرفاق وما ذلك شربوا في الوحدة وعاشوا على الوحدة وكذا، وأولئك ليس لديهم مشروع وحدة وكذا، تتحد معهم ليش إذا أنت عارف أنهم بهذا بهذه الصورة؟ ليش تتحد معهم؟ تبين فيما بعد النتائج لما ننظر نحن الأمور الآن، ربما ننظر إليها وقد اكتملت ونشوف إيش اللي حصل.
لكن في هذه الوقت لما نحكم على التفكير لازم نشوف السياق الزماني والمكاني. يعني تخلصنا من النظام الاشتراكي أو كاد، وكان لابد من مشروع جديد. ومثل ما قلت يعني هؤلاء تربوا على الوحدة، خاصة علي سالم البيض شخص يعني معروف بصداقيته، صرف النظر عن أخطاء وما أخطأ، لكن لما يدخل بشيء يدخل بصداقية. سامحني، أنا أحاج الناس إلى أدبياتهم. نعم. أحاج الناس إلى ما رصده التاريخ. التاريخ يتكلم عن قضية أنه هنا يعني توجد في أدبياته الوحدة والمشروع القومي والمشروع كذا، وهذا في أدبياته في ميثاقه كذا، الوحدة كذلك. لما أجي أقرأ، أنا ما أدافعش أكرر، لما أجي أقرأ التاريخ أجد أن هذا مندفع نحو، عفوا، أن هذا يقول لك مشروع من إقليمين، لا 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 تستعجلش أنت على الوحدة، وهذا يقول لا أنا مندفع يعني، ويلقي يعني إذا أنت هنا تعلم أن هذا مراوغ كما يصف البعض الآن، تتحد معاه ليش؟ أنا تكلمت مع علي سالم البيض شخصيا. علي سالم البيض ومن معه بتيار الحزب كانوا مراهنين على الشعب في الشمال، أن الشعب يريد دولة، وأن أي انتخابات قادمة الشعب يتوق للتخلص من نظام القبيلة والحكم الفاسد بالشمال. وليش ما يكون في الجنوب أنه يتوق إلى التخلص من الحكم الذي جثم على صدره وأدخله في حروب آخر 86؟ نعم. يعني مراهنة غير أقصد أنها، أنا أقول لك المراهنة كانت صحيحة في الجنوب، مراهنة علي سالم بيض رفاقة، وغير صحيحة في الشمال. كيف يعني؟ يعني في الانتخابات 93 نجح الحزب الاشتراكي بشكل كامل في الجنوب بشكل عام. كلنا نذكر المشاعر كانت مع الحزب الاشتراكي رغم الكره لما كان قبل، لكن تبين سريعا انه كان حكمه على الاقل في نظام وقانون وفي مساواه. لكن بعدين في الشمال رغم ان الحزب شوف قبل الحرب واثناء الحرب صرف كل امكانياته واسلحته هذه في الشمال، لكن حصل ما لم يكن متوقع. يعني كان مثلا يقول لك تعز وإب، يعني بدون شك هذه بتشوف تنقلب على النظام. طيب أخي دكتور عبد الله، اللي أفهم من كلام أخي صلاح أن لك الحق، بس أعطيك سؤال أجب عليه كما تشير، تقدم ولا تأخر. يعني اللي أفهم من دكتور من أخي صلاح أن 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 الأخوة في الرفاق أو علي سالم أو الأخوة كانوا يرون أن هذا قد يكون النظام في الشمال قد يكون مراوغ لا يحمل مشروع وما إلى ذلك، لكنه يراهن على شعب. أنا حقيقة أستصعبها كثيرا أن أقول أن الشعب في الشمال لا يحمل المشاعر نحو الوحدة، حكم فيه جور كذا إلى حد كبير جدا، أنه أو أنه كما يقال خذلنا مثلا. ويعني هل أستطيع هكذا؟ يعني انا من وجهه نظري الخاصه طبعا انه لنفرض انه ان المساله بين شخص ستشخصا يعني في شخصيه علي سالم البيض وقراره، طبعا في ناس كانوا معترضين على في اطار الحزب نفسه، ولكن طبيعه التركيبه الحزبيه كانت تسمح باغلبيه الاصوات انه يتخذ مثل هذا القرار. هل 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 الأمة العربية التي لها هذا العمق التاريخي الطويل التي كانت أمة واحدة يعني بمشروعها القومي العربي الذي بعد الاستعمار وبعد 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 أراد أن يصنع حلما يسعى إليه كل العرب حتى يصبحوا دولة أو وطن واحد، هل هو تهمة يعني؟ هل 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 يحاسبوا على هؤلاء على ما على 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 هذا الحلم؟ لا اخفيك انا فهمي بطيء، ما فهمتش حاجه. يعني ايش توصل لي اليه؟ انا اشتي اوصل، ما هو اوصل اليه انه كان في حلم قومي عربي. جميل. القومي حركه القوميه العربية، ما هو مشكلتنا انهم بيتكلمون عن الوطنيه وعن الاوطان وعن الحب؟ انا بعطيك فرصه كامله، بس اصبحت انا والمواطن العربي اللي استطيع انا اصبحت اكفر انا والمواطن العربي الحمد لله بما يقوله الساسه من حب الوطن، اذا كان هذا حبهم واغرقنا هذا الغرق كيف لو ما يحبونك؟ انت كنت تسال زميلي الان حول يعني الرجل اجاب فدراليه والبيض ذهب في اتجاه الاندماجيه. يا
يعني انا اعلق على هذا الطرح، بمعنى انه اذا كان الحلم القومي العربي، وهذا حلم حركه القوميه العرب كانت منتشره في كل البلدان العربيه وتسعى اما بطريق الكفاح المسلح ضد الاستعمار، هل هي تهمه يعني؟ هل اصبحت تهمه انه اذا ان يحلموا بتوحيد الامه؟ لا انا عندي انها تهمه الآن، أصبحت تهمة. أنا عندي أنها تهمة. الآن أصبحت تهمة. لا لا لا. اليمنية. لا لا أنا عندي أنها تهمة، إنه يكون رجل يقود دولة، يقود دولة تمام بجيشها باقتصادها بأرضها بشعبها بمكوناتها الكاملة، ويعرف أن الآخر عفوا كما ذكر أخي صلاح أن الآخر ليس لديه رؤية وليس لديه مشروع وحدوي سابق وليس لديه طموع وحدوية، ويزج بهذا الكيان كامل بالمجرد عاطفة. يعني هذا معقول؟ لنفترض ان هناك اسباب اخرى، لنفترض حتى معلش عرفنا. لا لنفترض، انا يعني لا نخوض فيها ولا اعرفها، لكن ان تذهب بحلم دمج دولتين بينهما من اواصر التآخي والتاريخ الى درجه الاذابه، طبعا هذا حتى في القانون الدولي عمليه غير شرعيه. في ميثاق حقوق الانسان لا يجوز لأي جماعة، هنا لا الجماعة ممكن يكون حزب، أن يتخذ قرار مثل هذا، ولهذا هي الشرعية. طيب أنا متعجب يا دكتور عبد الله، كلامك قبل قليل، كلامك قبل قليل تقول لي وهل حلم أصبح مصادرا؟ لا. والآن تقول لي قرار غير شرعي، إيش طيب؟ أفهم أنت ما تريد من هذا. كيف؟ أنا تربينا جميعا نحن على 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 أن الوحدة اليمنية هذا هدف كل إنسان. اليمين الصباح اللي في المدرسة مساء كل يوم. جميل. بل 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 مطلع كل رسالة رسمية. جميل. طيب أقول هل هذه النوايا، هل هذه التربية، هل هذه أنا لا أحاكم هذه النفوس؟ أنا دعني أقول لك، إذا كان هناك خطأ سياسي، إذا كان هناك خطأ سياسي، نحن اليوم نناقش من باب التاريخ. جميل. ونحن الآن لا نناقش النوايا كتاريخ. نحن نناقش الأفعال. الأفعال يعني في بداية حديثكما ذكرتم بالإجماع أن الوحدة سلقت سلقا ولم تأخذ، أنت ذكرت حتى الاتحاد الأوروبي، ذكرت الاتحاد الأوروبي أنه أخذ مدة طويلة جدا. أنا كان سؤالي في أول الحلقة لماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه، فكان بناءكم بناء رائع جدا، أننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه لأنه البناء لم يكن يعني ولادة غير طبيعية، ولادة قيصرية لم تأخذ بناءها الطبيعي حتى نصل إلى مربع جديد. صح. مشكلة أستاذ محمد مش بالولادة الطبيعية، يعني ألمانيا مثلا توحدت في يوم واحد وغيت ألمانيا الشرقية. لا سبقها إجراءات. لا سبقها ألمانيا. ألمانيا سقطت الحرب. بس سقط الجدار البرلين فجأة وحصلت الوحدة. لا هو لكن هو فقط الجدار البرلين، هو فقط ال لا 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 يسموها التي قسم الظهر البعير. السؤال هل مع هذه الوحدة اللي ذهب فيها علي سالم البيض وحققها علي سالم البيض، علي عبد الله صالح كان مجرد متلقي وبنوايا شريرة، هذا رأيي أنا. أنت رأيك عفوا عيدوا لي أنه حقق الوحدة علي سالم البيض. أها وليش الآن يشتيخ يعني ينهي ما حققه؟ غلط يا أخي عادي. أني غلط. غلط 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 نعم ليش غلط؟ لما قلت لك الرهان على الشعب كان أول، مش أن الشعب الشمال طلع مش وحدة ولا غلط. خليني اوضح هذا النقطة. اخطأ الان تفضل. يمكن افتهم لك لما قلت الرهان على الشعب وطلع خاطئ، مش انه الشعب طلع مش وحدوي، لا. نظرة الشعب بالشمال تعباته، يعني كان مثلا بالشمال التيار الاسلامي مثلا مجيد زنداني وصحابهم عارضين للوحدة. ما يقولش توحدوا مع كفار. واحد بيقول لي انا قال 300 واحد نشرنا عبد المجيد زنداني في مناطق الشمال رفضوا الوحدة قبل. دروسة التي تقوم على اسس معينة بعد أن ولم يكونوا ضد أنا الوحدة. عبد المجيد زنداني يقول اسلموا، بيسألوه أسلموا وشهدوا الشهادة. ما علينا. النظرة اللي تعبأ فيها الشعب الشمال أنه مش وحدة، أنه الجنوب حقهم ملكهم، اللهم كان مسيطر عليه مجموعة من الكفار وانتهت سيطرتهم. كل الشعب الشمال؟ لا ليس كل الشعب الشمال، التعميم دائما خطأ. طيب لكن الأغلبية المساندة للحرب 94 أنا أعتبر أي مساندة. لما أحط لي الأغلبية هذه يعني أقصد إما أن تقول لي الساسة أو تقول لي القوى السياسية. جميل جميل. لأنه أنا حقيقة لا أريد أن أظلمكم ولا أظلم أحد. نعم. أقصد الشعوب لنجعلها بمنأى بعيدة عن هذا حتى نعم. لا نظلم أحد. أنتم تقول لي أنت الآن الشمال. الشمال يعني مواطن. أنا أقول لك كل من أيد حرب 94 من الشمال أو من الجنوب.
تبين انه على خطأ. حتى اللي عيدوها من الجنوب؟ حتى اللي عيدوها من الجنوب. يعني اهل عدن عندما استقبلوهم واهل بعض المناطق استقبلوهم كانوا مخطئين؟ المشكلة انكم متشربين بهذا السبب. انا في عدن. لا معليش، لا بس ارجو انك تتعامل معي. تعامل معي الله يسعدك. انا والمشاهدين كذلك. انا عندما يكون ضيفي يحمل فكر معين انا لم ادر انقل اخر. عفوا انا لي رايي الشخصي. انا رايي الشخصي قد تتفاجؤون منه لو قلته. تتفاجؤون منه، لكن انا اقول عندما تقول انه والله اللي شاركون فيها، اللي شاركوا في 94 او كل من ايدها او شارك فيها فهو اللي تذكره انت الان. تمام، يعني في اناس في الجنوب استقبلوهم وايدوا وبعدها من الاستحقاقات الانتخابيه دخلوا فيها. شوف، فاقصد هل الحكم عام؟ خليني اوضح كل شيء. انا هنا في 94 في عدن جالسين كلنا شفنا المشاهد التي صورت في قناه اليمن، الناس بيستقبلوهم، كان مجموعه من الغوغاء بيخرجوهم مثل ما استقبلوا الامريكان في بغداد. عرفت كيف؟ لكن هل تتوقع انت جيش يقصف عدن لمده شهرين هذا المكان بالذات، وانا كنت عايش هنا قريب، قصفت بيوت زي ما هي وتفحمت الجدر داخلها، لحظه، قطع الماء شهر ونص، شربنا من البحر من هنا، هل تتوقع ان نستقبله من بعد لما يدخل؟ يعني هذا شيء مخالف لاي عقل. جميل. عفوا استاذ، تفضل. يا مداخله صغيره، ان يكون شعب ما وحدوي الحلم، اعتقد هذا شيء طيب جدا. فلنفرض انه يعني هنا كان على فكره شيء من الطبيعي ان ياتي اي مواطن من الشمال وياخذ بطاقة شخصية جنوبية ويسجل يمني. متى تقصد؟ ما قبل الوحدة. ما قبل. وممكن أن يتدرج وظيفيا وحزبيا وأن يصل لأعلى. لكن ماذا كان في الشمال؟ جنوبي مقيم. هكذا كان بطاقة تعريف أنه هذا جنوبي مقيم في صنعاء، مقيم في تحز، مقيم في كذا. سامحني. لا أنا أريد أن أوصلك إلى شيء. لا أنا أجدادي بارك الله فيك من مكيراس من أبيض. هذا كلام. هو يتكلم عن قابل. قبل الوحدة. بعد ثورتين سبتمبر أكتوبر. يتكلم هو ما قبل 90. تريد وثائق؟ ما قبل 90 يقول هو الآن أنه يأتي الواحد من الشمال إلى هنا ويأخذ بطاقة ويكتب يمني. نعم. حلو. ها؟ هل هناك هل المواطن الجنوبي كان يحصل على هذا؟ أنا أعطيك مقارنة. طيب. بين رؤيتين لنظامين. بين أحد النظام ألف اللي هو في الجنوبي كان يتعامل مع المواطن في الشمال كأنه هو جزء من هذا التكوين. جميل. العكس غير صحيح. أنا مشان أوصلك إلى أن النوايا 94 ماذا؟ ردة فعل على ماذا؟ على سلسلة الاغتيالات والإقصاء الذي بدأ مبكرا وظهرت النوايا، زي ما أي اثنين يدخلوا في شراكة يريد أحدهم أن يبتلع الآخر. حلو حلو. حين يكتشف هذا يبدأ بالهروب. وصفك جميل يا دكتور عبد الله. أنت تعلم هذه الإجراءات قبل 90 وتعلم هذه الـ 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 النوايا الغير جيدة، وتعلم أنه والله في ناس يحملون هذه الأيديولوجيات أو هذه الممارسات الغير جيدة. تمام، تعلم هذا، ونيتك هنا ممتازة جدا مع الحلم العربي، مع اتحاد الشعوب، مع بطلنا الآن. طب خليك الآن أتكلم عن قابل. تمام. تفضل. نواياك أنا ما لي علاقة فيها. لا تفضل. ونواياه هو في الآخر ما لي علاقة فيه. كان يجب عليك أن تحمل مشروع متكامل. كم مشروع؟ يعني عندما تكتب مادة بالله يا أستاذ محمد، إنه لأنه سلق كما تفضل، إنه في حال وجود أي اختلاف، لأنه ما في لا وثائق ولا يحزنون ولا شيء. طب ما هو هذا سؤالي. لماذا تزج أنت بشعب أنت بالله عليك في أي اتفاق يقول يكتب الأخذ بالأحسن؟ دكتور عبد الله، هل أحد يكتب هكذا؟ الأخذ بالأحسن في النظامين؟ دكتور عبد الله، هذا كلام يعني. أنا تدري أحمل جريدة هذا الموضوع شو؟ نحن الآن لا نريد أن نجلد ذاتنا على أساس الماضي. نحن نريد أن نناقش ما هو آت. لأنه دعني فيما هو آت. نقطة أستاذ محمد، لما قلت ليش الآن الناس تتبع علي سالم البيض بينما هو اللي يتحملوا الخطأ نفسه. يمكن أقدر ألخص هذه بكلمة واحدة. أنا عاشرت علي سالم البيض سنوات الفترة الأخيرة في لأنه صادق. سواء كان في الوحدة
أو الآن كما طلبوا على الاستقلال. صدق علي سالم البيض لو تنزل الساحة لو تنزل الآن أي مكان علي سالم البيض شعبيته طاغية غير عن أي واحد، رغم أنه فينا صادقين لكن في شوي تلاعب. أو هل الصدق كافي أن أنت لا صدق مش كافي السياسة لا أخفيكم صدقنا أن عندي فاصل على نقطة بعد هذا الفاصل إن شاء الله. فاصل ثم أعود إليكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في جزئنا الثاني من حلقة الليلة برنامجكم تحت الضوء. أتمنى من إخواني سواء في الشمال أو في الجنوب أو في أي موطن في هذا البلد أو خارج البلد ألا يحملني شخصيا، ألا يحملني ما لم أقل ابتداء. أنا أعرف أن مواقع النت خاصة فاعل خير هذا دائما موجود في كل مكان، أو بعض الصحف كذا قال العامري قال المطوع قال هذاك حق السعيدة ويجيبوا لي كلام. الشخص الذي يحاور لا 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 يعطي قناعاته المهنية تفرض عليه ذلك. يعني الحيادية شيء آخر، الحيادية أن أقول قناعاتي، أما المهنية أن أبرز قناعات الآخر. إذا سأكون معهم في نفس الاتجاه لن نثري الموضوع، ولذلك لا يظهر جودة الذهب إلا بالاحتراق إلا, إلا, إلا بالمدافعة. ولذلك أنا هنا حقيقة أحاول أن أنقل إليهم رأي الآخر، وإن كان ضيفي لا يحملون هذه القناعات وكانوا يحملون قناعات الآخر أنا سأمثلهم في هذا اللقاء، ولذلك يجب ألا أحمل شيء. إذا سألتموني عن قناعاتي سأقولها، لكن لا يحق لي في مثل هذه اللقاءات. لكنني توجد لدي قناعات أنا متمسك بها. أنا مع أي صورة من الصور، مع 20 دولة، مع دولة، مع 1000 دولة، لكن أعيش كريما عزيزا، أعيش مواطن لي حقوقي، أعيش وأنا أشعر بأمن. أنا لا أؤمن بشيء، أنا أكفر بكل نظام يذلني ويهينني، وأؤمن بأي نظام يرفع من شأني كإنسان بقناعاتي. أنا أؤمن بهذا، الذي لا يروق له ذلك أرجو أن لا يغضب مني. باسمكم جميعا أرحب بضيفي الكريمين كلهم باسمه وصفته، أخي صلاح بالأغبر والدكتور عبد الله عبيد، حياكم الله. أنا آسف أطلت في هذا الباب وأرجو كذلك أنتم كلام جميل يعني ألا أكون قد أخذت من وقتكم. أخي صلاح، قال الدكتور عبد الله كلمة جميلة، قال لا نريد جلد الذات ونعود إلى الماضي. دعونا اليوم. أنا عندما أذهب حقيقة إلى مثلا الساحات التي قلتم أنها ستدوم 10 أيام، وإذا بها الآن طالت 2 شهر وأكثر، عندما أتي إلى الساحات أجد رفع سقف وأماني الشعب. تمام، 30 نوفمبر هذا خلاص سينتهي كل شيء، تتحفز توصل لها 30 لا شيء. في مشكلة. أنا كقارئ كمحلل أرى أن المشكلة تتكلم على أن هؤلاء القادة، هذه القوى تحمل قضية عادلة ولا تحمل مشروع ناضج، صحيح هذا؟ يعني هو شوف المشروع قصدك ما بعد الاستقلال إن شاء الله، أو قصدك الآن يعني مشروع الاستقلال أنا نفسه؟ أنا أتكلم الآن، يعني أنت من حقك أنك تقول ما تريد. خليني أقول لك بصراحة، نحن مشكلتنا بالجنوب، يعني خلنا مصارحة عشان الناس يسمعون. أوكي. يعني نحن مشكلتنا بالجنوب بالمكونات، مكونات الجنوبية اللي هي كثرتها على فكرة مش متناحرة، هي التناحر على المستوى الشخصي. لكنها يعني كيف تقصد؟ يعني مثلا علي سالم ما يتفق مع باعهم مثلا؟ شو المكونات؟ مش علي سالم وباعهم، علي سالم البيض ما ينتمي لأي مكون. المكونات أقصد اللي موجودين، القيادة اللي موجودة بالداخل. ما ينتمي لأي مكون؟ ما ينتمي لأي مكون. يعني أنا أعرف عندنا مؤتمر شعب الجنوب الذي الآن شكل مجلس الانتفاض تقريبا، ولا لا؟ اللي محمد علي أحمد. نعم. كذا ولا لا؟ نعم. عندي المجلس الأعلى. دكتوري بوعو. لا تعد بس. لا تعد. كثيرة يعني. طب إيش تعني هذا؟ لما تكون مجموعة مكونات. مجلس الحركة دكتوري بوعو، لكن أعطني علي سالم بدأش أنت مين؟ ولذلك كان علي سالم البيض وباعهم كانوا يعني متفقين. أنا أقول لك ما يقوله القارئ الآخر. نعم. ثم اختلفوا
انه هذا قال والله راح السعوديه وهذا عنده ايران وكذا. لم يختلف، من اختلفوا هم هنا القيادات اللي بالداخل. عفوا، من اختلفوا مع باعهم هم هنا القيادات اللي بالداخل. على يعني مش المشروع موحد وهدف، الهدف موجود وموحد، اختلفوا على اجراءات. اول الخلاف اللي تفجر اصلا كان بين المجلسين هو مؤتمر المنصوره اللي صلحوه، انه كان يشتي عقوده للحين ويقول لك بعد شهرين تيار. خلونا ننضي المؤتمر ونجيب الناس كلها ونعمل له وثائق، هنا حصل الخلاف والشقاق ورجعوا توحدوا، يعني ما هي مشكله. لكن بالنسبه انا اقول لك للساحه، مشكلتنا بالمكونات، ويمكن انت مش عارف استاذ محمد، الساحه هذه هذا الصمود حتى لو فتره محاربه من دول، من دول أه. نعم هناك دول مش مدعومه من دول، هناك دول لا هي محاربه من دول تعتقدها انت، دولة تعتقدها انت داعم للحراك تدفع مليارات لكي ترفع هذه الساحه، لكي ترفع هذه الساحه وتنتهي هذا الاعتصام. لكن اقصد انه يعني البعض مثلا يقرا يقول مثلا والله جاء البعض يحمل المشروع من السعوديه تمام، والبعض يقول لك والله في امتداد جاي من الشمال من جهه معينه تمام، وبعض يقول لك والله من جهه، يعني من باب الانصاف هل هذا العامل الخارجي يعبث بهذه المشاريع؟ يكون صادق يعني. دكتور عبد الله مش الدول اللي ذكرتها، يعني دعنا نتكلم بوضوح وصدق، لان ما فيش حاجه تخفى اليوم يعني. ولا بد انك تصارح شارعك، صارحهم. لا انا اكلمك بمنتهى الحقيقه كواحد في الساحه يعني. جميل. الحراك الجنوبي بدا جغرافيا في عده مناطق طبقا لدرجه المعاناه. هذا ادى الى ولاده تكوينات في اوقات مختلفه باشخاص مختلفه. جميل، وصف جميل. هذا واحد من الاسباب لكثره التكوينات. الحراك الجنوبي من 2007 الى 2009 انتشر وغطى كل مساحه الجنوب. هذا زاد دفعه اخرى من التكوينات. محافظات مديريات وكل مكان فيه له علاقات باطراف هنا او هناك او خارج او في قيادات الدوله السابقه. هذا زاد من عدد هذه المكونات. الشيء الثالث ما فرخ بعدين داخليا وخارجيا. فجاءك هذا الجيش العرمرم من المكونات الذي يملك وحدة منطلقات الكفاح ويملك وحدة الهدف، لكن على ماذا يختلفون؟ هذا ما نتصار عليه هذه المرحلة. على انه طالما وحدة الهدف موجودة والمنطلقات التي ننطلق منها موحدة، اذا نحن على ماذا نختلف؟ وهذا هو السؤال اللي اليوم القواعد في الساحات في عدن والمكلا في كل مكان يضغطون بقوة على كل آخر أو كل شخص أراد أن يجعل من هذه التكوينات وسيلة للوصول أو التواصل مع بس على ماذا الاختلاف؟ الاختلاف لا شيء، اللهم إنه قلت لك هذه التكوينات نشأت يعني حسين عمر الجنوبي بن شعيب مثلا يقول والله خلافات على ايرادات في الساحات على مدد تصريح لا تصريح تصريح مش من عندي انا فيما يخص الساحة. لا كلام لا مني انا ولا كلام هو غلطان يا سيدي العزيز، تنشر في الصحف كل يوم بيوم. لا حسين شعيب بن شعيب تكلم حول هذا على المجلس العام. لا نخون احد ولا نتحمى يا اخي تصريحه مش انا تقصد خلاف. لا نتهم احد بامانه هذا الرجل، وهذه اللجنه تنشر يوميا عبر التلفزة وعبر المجلات ما يصل إليها بالاسم وبالرقم بالسند. لا إذا أنا أخالف إلى أين تصرف أيضا الناس تعرف أين تصرف. لا أنا أجيب لك تصريح عدن الغدر الذي صرح فيه حسين بن شعيب ويقول أنا حقيقة الساحات تجمع فيها بعض الإيرادات وكذا وما إلى ذلك وتنفق، والخلاف حتى قال على وجبة الغداء وما إلى ذلك. هذا كلامه هو، هذه كلامه هو مش كلامي. هذه قضايا يا أستاذ محمد، هذه قضايا فنية ميدانية تعالج بشكل يومي وقد ظهرت. كون رجل مثل هذا الرجل المفتي العام والمجلس الاعلى وكذا يناقش قضيه غدا كان يتكلم في سياق محدد عن الخلاف في الساحه. نحن نتكلم اعتقد قبل تقصد الخلاف داخل الحراك نفسه.
هذا خلاف في الساحة حصل الموضوع. إيه أنا أتفق معاكم، ولذلك أنا لم أورد هذه الأشياء. أنا أتكلم عن أنا كمواطن في أبين، في لاحد، في 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 الضالع، في الحبيلين، في عدن، في 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 أي مكان أعاني المعاناة، فهل أحمل فوق معاناتي معاناة أن القيادات لم تتحد، لم تتفق؟ هل هذه معاناة في صلاح؟ نعم هذه معاناة، وخليني أكون صريح معك، القيادات لم تتفق، الخلافات بينها خلافات شخصية، بدليل أن الناس في الساحة سواء هنا في المكلة، روح إلى الساحة، اذهب إلى الساحة، تسمع نفس الكلام في المكلة أو في عدن أو في أي مكان. الخلافات بين القيادات في الداخل، وأكرر في الداخل، خلافات شخصية أو خلافات متعلقة بمبالغ مالية من دول معينة، هذه حقيقة ما نستطيع إنكارها. لكن رغم ذلك الشعب بالجنوب حافظ على 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 سلمية ثورته، وحافظ على السلمية حتى فيما بين البيت. يعني رأينا في دول أخرى في دول الربيع العربي أين وصلت بسبب الخلافات، ربما كان مع الدفع بالأموال ولكن بتحصل أمور كبيرة. لكن أؤكد أن الشعب موحد، والشعب إذا لم تتفق هذه القيادات يوما، وهي قريب إن شاء الله بتتفق، لكن ما أعتقد هذه العقليات يمكن تنتج مشروع ناضج. أخي دكتور عبد الله، مثل هذه الخلافات بغض النظر عن عن الدائرة التي نضعها فيها، خلافات شكلية، خلافات شخصية، خلافات واسعة، خلافات ضيقة، بغض النظر، هل تؤخر المشروع؟ أنا أولا أريد أن أصحح الشيء، يعني على الأقل من وجهة نظري ومجموعة معي في هذا يشتركوا أكاديمي في الرأي. نحن بلادنا الآن فيها أو مرتع خصم، خلينا نسميها، لكل دول العالم، القوي منها والإقليمي والضعيف والعالمي، كلها عمالة تأثر، لأن المنطقة مهمة جغرافيا واستراتيجيا، ولهذا هي عرضة للتدخلات الخارجية أيا كان شكلها. مشكلة من يستجيب وليس من لا لا، دعنا نتكلم بشفافية. هذه البلاد معرضة الآن لتأثير كثير من التيارات الخارجية، كثير من الدول، كثير من التيارات، يعني أقصد فيها قد تكون أكثر من دولة، يعني من أكثر من دولة. وقلت لك أنه أحد مصادر التشتت أو زيادة أو ارتفاع عدد المكونات هو التدخلات الخارجية والتدخلات الداخلية من العاصمة، من صنعاء. أي المصالح؟ مصالح تفتيت. يعني هم يمنعوننا من إيجاد، نحن لدينا مكونات الثورة، يعني مقومات الثورة الشعبية السلمية بالكامل، ينقصنا توحيد قيادة وشرعنتها وبرنامج، أكثر من هذا ما عاد ينقصنا. هل هذه هم يعملون على جعل هذا اليوم بعيد؟ هل تريد وعد هذا المشروع؟ نعم تريد وعد المشروع؟ نعم. أخي صلاح، الوقت يضيق علي بصراحة، هل أستطيع أن أقول أن القيادات ما أريد أسميها القديمة، القيادة التي أصيبت بالشيخوخة السياسية، القيادات التي هي من أسباب التأخر؟ من أسباب التأخر خلافات القيادات. القيادات، يعني أنت ترى أن القيادات جيدة بس المشكلة خلافاتها. دكتور عبد الله، نحن يا أخي محملين إرث تاريخي لعشرات السنوات، يعني لعدة عقود من الزمن، هذا تاريخنا ويجب أن نستعر منه. جميل. ويجب أن نعترف به وأن نتحمل سلبياته وأن ندرسه، لكن يجب أن لا يكون عائق نحو الانطلاق نحو المستقبل، يجب أن لا يكون عائق. نحن مرينا بتجارب في 70 سنة الماضية عدة، وكل تجربة من هذه التجارب لم تكتمل من وجهة نظري، وبالتالي كانت كل تجربة تحمل فيها الإيجابي والسلبي. في المدى الزمني العمر الإنسان ظل أمر ممكن أن نجد من عايش كل هذه المراحل، وبالتالي هم مأزومون أو يحملون معهم إرثهم التاريخي، وهذا واحد من الأسباب اللي تعيق الثورة، هذا حقيقي. والجيل القادم من الشباب جيل يحمل رؤى أكثر نضجا؟ قد لا تكون أكثر نضجا، لكنها أكثر انطلاقا وأكثر نقاء نحو المستقبل. رائع رائع. أخي صلاح،
يعني الآن يعني يتم الحديث الآن خاصة في 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 قضية الأقاليم، أنه في اتفاق الآن يتم ما بين الرئاسة وما بين مكون أنصار الله أو الحوثيون من إعادة تقسيم الأقاليم على أساس معين شمال جنوب. كيف تقرؤون أنتم مثل هذا؟ أولا مشروع الأقاليم اللي يقر في الحوار الوطني أنا أعتبره انقلاب حتى على الاعتراف بالقضية الجنوبية، لأنه المشروع في مجمله يقول 6 أقاليم لليمن، ما في شيء اسمه الجنوب، إنه 4 بالجنوب ما في شيء، لكن في المجمل 4 أقاليم في الشمال 4 بالجنوب 6 أقاليم لليمن، يعني القضية الجنوبية مش موجودة. اعتبر الحل لعمران وصنعاء مثل الحل عدن وما حواليها. أي اتفاق يتم في الشمال أو حتى مع دول أخرى ما يشرك فيه الحراك الجنوبي بحوار ردي ليس له أي وجود في الجنوب ولن يؤثر. لا لكن أقصد ما يتم الآن، أنت في ظنك بغض النظر أقصد أنت لا تتكلم عن المطلب، نعم، وعن لكن ما يتم الآن تتوقع ما دوافعه، ما من يقف خلفه، ما هو المحصلة منه؟ إيش هو بالضبط يعني؟ الآن يدور حديث حول أنه في يعني مثلا أنصار الله يرفضون الآن 6 الأقاليم بينما هم موقعين عليها وجميع القوى الموجودة موقعة عليها وبعض التكوينات اللي من الحراك موقعة على هذا الاسم والقوى الأخرى. الآن يحاول إعادة رسم الخارطة من جديد أنه والله يرفضونها، ويقال في مباحثات ما بين الرئاسة شخصيا مع هادي مثلا مع أنصار الله لإعادة أو مع في 6 أقاليم إيجاد إقليمين، إقليم شمال إقليم جنوب أو غير ذلك. أعتقد أن هذا مطلب الحوثيين، الحوثيين مطلبهم معروف يعني وهو منفذ بحري والحصول على محافظات فيها ثروات نفطية. والجنوب بالنسبة لهم ما دام هم حصلوا هذه القوة والمكانة اللي هي مطلب مشروع لهم مشروع. لا نعم، لكن أي قوة أنها تطمح لما تريد. لكن كيف تقرأ أنصار الله، كيف تقرأ قراءتهم للجنوب؟ أعتقد أن قراءتهم للجنوب متقدمة قليلاً وهي عن المكونات الأخرى، إنه الجنوب له قضية يجب أن تحل كما قال عبد الملك الحوثي حلاً عادلاً، لكن كان في كلامه نوع من المكر لما قال إنه أكثر من العادل ظلم وأكثر من ظلم. مشكلتي يا أخي محمد، مشكلة الأخوة في الحكام في صنعاء مختلف تياراتهم أن بيحكموا بعقلية الشيخ، يعني تعال أنا أحلل قضيتك ما أريد منك، أنا عقلية الشيخ اللي تعال عندي أنا أحدد الحكم وما عليك إلا ترضى فيه. الكل ما فيهم الحوثيين والكل بهذه الطريقة. أستاذ عبد الله أنا بصراحة لأني بقول لك حاجة، أنا شايفك وأنا أسأل السؤال شايفك تجمع الإجابة كذا جالس تقرأ إيش بتقول. لا يعني طبعا لازم أحد يعمل كذا. لا بس الحين إذا نظرنا للمشهد في الشمال سيظهر المشهد في الجنوب أكثر اعتدالا وأكثر أكثر مقدرة على أن يقرأه أي إنسان. لكن عندما تنظر إلى فأنا أريد أن أسأل بس مشان إذا سأجاوب عن أي حكومة تتكلم في صنعاء، عن أي دولة، عن دولة القصر الجمهوري، عن دولة القصر الجمهوري أم عن الدولة الحوثية أم عن الدولة البقايا الأساس من مما سلف. تقصد النظام السابق؟ النظام السابق أو النظام المخلوع أو يسموه ما أدري إيش. المهم عن أي دولة أنت، أي رؤية ممكن تقرأ؟ يعني المشهد هنا غير مقروء بالخالص. يعني طيب وفقا لعدم القراءة الواضحة لهذا المشهد، ما وجهته لأخي صلاح في ظل ما يسمى الآن أنه في عملية إعادة هندرة أو هيكلة ما يسمى بالأقاليم؟ إيه هيكل؟ هل يوجد شيء؟ شوف يا أستاذ محمد أتكلم بأمانة وبصدق، شوف في هذه البلاد شمالا وجنوبا وشرقا وغربا حيث ما تريد ينقصها بعض الصدق، الصبر، الصدق في التعاطي مع المشكلات وإضاعة الوقت يؤدي إلى تمرير مشاريع أخرى نعرفها أو لا نعرفها تزيد من الطين بلة وتحمل هذا الشعب في الجنوب وتحمل هذا الشعب في الشمال أوزار ليس له فيها ناقة ولا جمال. بيض الله وجهك، كلام جميل. نحن بحاجة إلى الصدق وأن نتعاطى مع المشاكل بلا أقاليم بلا نيلة، إذا ما استطعنا أن ندير هذه المركزة
ولا استطعنا أن نديرها وهي شطرين، يعني عاد من نديرها وهي ستة. هذا هو انتحار، وانتحار للأسف ما بيكون سياسي، انتحار للشعب بأكمله. سيذهبون بهذا الشعب إلى الجحيم بمشاريعهم وأقلمتهم. سترون. أنا حقيقة يسرني كلامه يعني، لكن في معنى حديثه هو الآن أنه يقول لك كأنه يتكلم أنه أن الساسة عبر تاريخ اليمن القديم، الساسة غالبا يغردون خارج السرب يسيرون، وأن الشعوب حقيقة قد تكون هي أكثر نضجا من حكامها في لحظات أو في لحظات معينة. ولذلك هل تتوقع أن هذه القيادات سواء في الشمال أو في الجنوب فعلا تنطلق تلبية لاستحقاقات الشعوب أم لاستحقاقاتها الشخصية؟ قيادات تقصد؟ القيادات بشكل عام، يعني التعميم دائما غلط لا شك، لكن الغالبية وفقا لمصالحها الشخصية. لكن أعلق على نقطة بس اللي قلت أن الشعوب أكثر نضجا، لو كانت الشعوب أكثر نضجا، لو كان الشعب أكثر نضجا لما تحكم به ولعب به القادة طوال هذه السنوات والعقود. أنت تحيل الموضوع إلى الشعوب، يعني أنها هي الغلطانة؟ يعني مش غلطة، تتحمل جزء كبير، وزر كبير مما حصل لها. أنا في نهاية الحلقة، لكن ودي أن ألخص الحلقة حقيقة. ماذا بعد؟ تفضل. سؤال يا سيدي العزيز، هناك فرق بين ماذا نريد وبين ماذا يراد لنا، وبين ماذا بين الأولى والثانية ضاعت القافلة. أيوه. ضاعت القافلة. علينا أن دائما نحن على الأقل نرى في الجنوب أننا نعرف ماذا نريد. نحن نريد دولة واستعادة دولتنا وبناءها حرة بإمكانياتنا هذه. لقد سئمنا أن نكون عالة على الآخرين، على العالم هذا بأكمله. وأعتقد أنهم في الشمال أيضا سئمون، وأن تكون دولتين. من هم اللي سئمون، القادة ولا الشعوب؟ أنت ما هو المشكلة، ما فيش وحدة شعوب. نحن نريد أن نحافظ على وحدة الشعوب وبقاء الأنظمة مختلفة. دكتور عبد الله عبيد، أستاذ جامعي في ناشط جنوبي، أشكرك على هذا اللقاء. أشكرك أخي صلاح بالأكبر، ناشط حقوقي كذلك، أشكرك على هذا اللقاء، وأرجو بإذن الله تعالى لكم التوفيق والسداد بحول الله. شكرا لكم، شكرا لقناتكم هذه الاستضافة، وأهلا وسهلا بكم في عدن. الله يحفظك ويرعاك. أعزائي المشاهدين، أؤكد على ما بدأت به أن دوري في هذا اللقاء وفي غيره من اللقاءات أن أحاول أن أجلي الحقيقة، أن أحصل على الحقيقة بلا تزيف، بلا تزلف، بلا إثارة غبار هنا أو هناك، بلا محاولة تشويه للحقائق، تزييف للحقائق، بلا محاولة المناكفة والغيبة السياسية أو الغيبة الإعلامية والنميمة الإعلامية التي تقود إلى زراعة البغضاء والأحقاد في الشعوب. يعلم الله ما أقصد أنا شخصيا والأخوة في القناة، ما نقصد إلا أن تبصير هؤلاء الشعوب، توضيح الحقائق للناس. إذا كنا نحمل من هذه الشفافية، من هذا الوضوح ما نحمله لشعوبنا سواء قادة أو إعلاميين أو منظرين أو ما إلى ذلك، أوجدنا وناس يعرفون حقوقهم فيطالبون بها. نهاية هذا كذلك أرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الدم اليمني والجسد اليمني، أن يحفظه وأن يهيئ له قيادات تعرف الذي له والذي عليه فيوفقها إلى كل خير. أسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل شر، وأسأل الله أن يحقن الدماء ويحفظ الأعراض، وأسأل الله أن من كان في قوله وفعله ونيته خير لهذه البلد أن يوفقه إلى كل خير، ومن كان في قوله وفعله ونيته وماله شر لهذه البلد أسأل الله بأسمائه الحسنى أن يهديه. يعني لا نريد أن نتعدى في الدعاء القصف والتدمير وأن يأخذه وأن يمزقه كل ممزق، صلى الله أن يهديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.